في إطار فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، أجرت الزميلة إيمان منصور لقاء مع السفير السنغالي بالقاهرة الدكتور أبو بكر سار، حيث أشاد السفير السنغالي في كلمته بجهود مصر في تنظيم قمة المناخ وحشد الدعم للقارة الإفريقية في هذا الشأن. كما أعرب السفير السنغالي عن تقديره للمبادرات المصرية في مجال التحول للطاقة المتجددة والتكيف المناخي، وكذلك استعراض جهود بلاده في هذا الشأن. شرم الشيخ، الحضور الأفريقي على أعلى مستوى، وأفريقيا في قلب المشاورات الرسمية وغير الرسمية، نظرا لأن القمة تعقد في مصر لأول مرة، ونظرا لأن العالم تواصل إلى يقين أن أفريقيا هي الأقل انبعاثا والأكثر تضررا، وبالتالي هنا الأمال على أن تكون قمة التنفيذ وتحقيق عدة قضايا تم الاتفاق عليها سابقا في القمم السابقة، فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالتكيف، فيما يتعلق أيضا بالخسائر والأضرار، وأن تتحمل الدول المسؤولة عن هذه الانبعاثات مسؤوليتها تجاه الدول التي تضررت. معي الآن معالي سفير السنغال في مصر الدكتور أبو بكر سار، أهلا بك معنا في تلفزيون مصر. أهلا وسهلا بكم. أولا، حضور هذه القمة وشكل المشاركة من السنغال وما يعني سيطرح من قبلكم في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية الخاصة بورش العمل وغيره. أولا نتشرف بهذه الاستضافة، وكذلك نتشرف باستضافة مصر لهذا الحدث التاريخي. مصر دولة إفريقية عريقة وتاريخية، وحاليا رئيس السنغالي ماكي سال حاضر ومع الوفد السنغالي، وهو رئيس الاتحاد الإفريقي، وفي الحقيقة وسيتكلم في مشاكل إفريقيا وكذلك ما يعاني منها إفريقيا، وكذلك الحلول التي يجب تقديمها لنهضة إفريقيا ولتقوم إفريقيا بنفسها. رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي حاليا بالتأكيد يعني السنغال تحمل ملفات بعينها خاصة بقضايا التمويل، واحدة من القضايا الملحة اللي سيتم مناقشتها أيضا خلال هذه القمة. سيتناول بقضايا التمويل، لأن في إفريقيا لها خيرات في إفريقيا ولها مصادر ثروة، ثروات كثيرة تحتاج بس فقط إلى تكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل، وفي الحقيقة سيتناول الرئيس هذه المسألة المهمة التي تحتاجها إفريقيا. كل دولة هنا في كاب 27 تتحدث عن تجربتها في التكيف مع التغيرات المناخية في التحول إلى الطاقة النظيفة، تجربة السنغال في هذا الأمر. وفي الحقيقة السنغال لها تجربة ناجحة سوف تقدمها حتى فخامة الرئيس كنموذج، كما أن لمصر تجارب كذلك لدولة السنغال تجارب، سيقوم فخامة الرئيس بتقديمها لتكون كذلك نموذجا لدول إفريقيا فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالزراعة، فيما يتعلق كذلك بالطاقة الشمسية. هذه كل الأمور تحتاج إلى فخامة الرئيس قد قام ما شاء الله بجهود جبارة، و كذلك بتقديم كذلك العون الكبير لدولة السنغال، وهذا ما إن شاء الله سيقوم بعرضه اليوم في القاعة أمام الجماهير، ليكون هناك كذلك نموذجا. كما تعرفين يحتاج إفريقيا تحتاج إلى التكامل، إلى التعاون فيما بينها، إلى الاتحاد، إلى توحيد الجهود وتوحيد التعاون، وهذا إذا حصل إن شاء الله ستتقدم إفريقيا وستقوم إفريقيا بنفسها. وهل وصلت أفريقيا في رأيك إلى مرحلة الحديث بصوت واحد، لأن أفريقيا تحتاج في هذه القمة إلى ذلك الأمر يعني، وهذه النقطة تحديدا أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما أنه مصر يعني تحمل على عاتقها نقل قضايا القارة السمراء إلى العالم أجمع خصوصا في هذه القمة؟
أكيد أكيد، لأن فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي يهتم كثيرا بقضايا إفريقيا، ودائما يكرر هذا. إفريقيا يحتاج إلى الوحدة، يحتاج إلى توحيد الكلمة، يحتاج إلى توحيد الجهود، يحتاج إلى النهضة، يحتاج إلى تقديم الحلول. ويتكلم كلمة في الحقيقة أنا أعجبتني هذه الكلمة، يقول ليس هناك شيء مستحيل، ليس هناك شيء مستحيل، ممكن إذا كانت العزيمة موجودة يمكن الوصول إلى الأهداف، يمكن الوصول إلى الأهداف. وهذه في الحقيقة لو حمل هذه الكلمة كل واحد منا إن شاء الله ستتقدم إفريقيا ونهضتها إلى الأمام. معالي سفير السنغال في مصر دكتور أبو بكر صار، شكرا جزيلا على وجودك معنا. الله يحييكم. دكتور أبو بكر صار السفير السنغالي في القاهرة، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر دولة مصر وعلى حسن التنظيم والترتيب لاستقبال هذا الجمع الغفير من رؤساء العالم في الحقيقة، وإن شاء الله نتمنى لها النجاح، ورأينا بداية النجاح إن شاء الله، وسيكون هناك نجاح إن شاء الله باهر لدولة مصر، وتحيا مصر.